إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة احترافية في تربية النحل والزراعة. في هذا الفيديو اليوم الآن على كل حال نتحدث ونتكلم على كيفية اصطياد أو تتبع مكامن وجود معناه الدبور. الدبور وهو عدو من أعداء النحل في هذه الفترة، خاصة في فترة الصيف هذه، ابتداء من شهر أوت إلى شهر نوفمبر، معناه هذا 3 أشهر أو شهرين يكون فيهم على كل حال تتبع الدبور، ولابد على القضاء على معناه المكان اللي يوجد فيها هذا الدبور. الطريقة هي طريقة سهلة لتتبعه، وعلى كل حال تكون طريقة فيها نوعا من الصبر على كل حال، وهي ناجحة 100%، ألا وهي تتبع هذا الدبور على مشارب المياه، مشارب المياه للنحل، لأن هذا الدبور لديه على كل حال في هذا الوقت يرقات، لديه كذلك حضانة يقوم بتغذيتها، ويقوم كذلك بتقديم الماء لها، مما يأتي إلى مصادر المياه اللي يشرب منها النحل، ويقوم بماذا؟ بجلب الماء من هذه المصادر. احنا الآن ماذا نقوم؟ نقوم بتتبع المسار نتاع هذا الدبور، تتبع المسار تاع طيران الدبور، معناه لما يأتي هو ليس كما مثلا لما يأتي لجلب الماء، ليس كما مثلا يأتي لجلب أو لجمع الأكل أو اصطياد الاكل للفراخ، معناتها الفرائس هكذا، لا، وانما لما ياتي الى جمع الماء يذهب مباشره الى الـ الى الـ الى مكمن هذا الدبور، او الى حضنه هذا الدبور، معناتها الى الخليه تاعو، معناه يذهب مباشره اليها، لا لديه مسار مباشرة إلى هذه المنطقة، وعليه نقوم بتتبعه خطوة بخطوة حتى نجده. وهو لما يأتي إلى الماء تأكد بأنه منطقة تواجده ليست ببعيدة عن مصدر الماء، معناه لا تبعد عليها بأكثر من 100 متر أو 150 متر تجد هذا الدبور. والعملية تكون إما صباحا، معناه على صباح الباكر قبل معناتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة، أو من الأحسن كذلك تكون في المساء، تكون في المساء معناتها بعد الزوال، معناتها بعد العصر الساعة 5 مساء أو 6 مساء، نقوم بالتتبع نتاع هذا المسار تاع هذا الدبور حتى نجد المكمن تاعو، أو نجد ماذا؟ نجد عش هذا الدبور، معناه أين يوجد. أين يوجد؟ والآن نريكم المنطقة اللي راه يشرب منها الدبور هذا مع النحل. إذا هذا فيما يخص هذا هذا العدو، مع عدو الماء أو عدو النحل. إذا لاحظ معي، إذا هذا هو الدبور هنا كما راكم تلاحظوا فيه، إذا لاحظ معي، إذا هذا هو الدبور راكم تلاحظوا فيه يشرب مع النحل. إذا لاحظ معي الدبور هنا راه يشرب مع النحل، إذا هاي لاحظ معي المنطقة هو ها هو. معنا هذا اللي راه يشرب مع النحل كما تلاحظوا فيه، اذا لاحظ هذا هو الدبور، نقوم بمراقبته او تتبعه. اذا هذا الان طار، معناتها ذهب الى العش، ياتي كذلك دبور اخر، ياتي كذلك دبور اخر هنا كما راكم تلاحظوا فيه، اذا ياتي كذلك، اذا لاحظ معي هنا، اذا لاحظ هذه طريقة سهلة على كل حال وناجحة 100% في تتبع أعشاش الدبور. إذا لاحظ معي هنا كذلك، أهو الآن يتواجد هنا، إذا لاحظ من وجود دبور مع النحل، هنا قوموا بتتبعه. والطريقة الأمثل والناجحة أو السهلة هي تتبعه في المساء، معناتها السادسة مساء فما فوق، هنا تكون لدينا رؤية جيدة، ويكون المسار تاعو واضح إلى العشاش اللي يكون يتكامن بها هذا الدبور. إذا لاحظ معي هنا كذلك، هو الآن مع النحل،
إذا لاحظ لأنها هو الآن كما راكم تلاحظوا فيه الآن هذا لاحظ أوطار هذا إن شاء الله في هذا المساء نقوم باصطياده. إذا تلاحظوا الآن هنا لأنه يوجد نوعين، النوع هذا ليس بالعدو النحل، هذا النوع هذا اللي راكم تشوفوا فيه الآن هذا ليس بعدو النحل، اللي هو عنده الأرجل نتاعو صفراء راكم تلاحظوا فيها، هذا ليس بعدو النحل، وتشوف يكون عنده الحلقة هنا الصدر على كل حال مع البطن منفصلين. أما الدبور اللي هو يكون عدو النحل اللي هو يأكل النحل ويتغذى عليه يأتي على كل حال الأرجل تاعو بالتقريب تميل إلى الأسود، ولديه بطن صغير والحلقة تكون صغيرة أو كبيرة على هذا النوع. لاحظ معي لما يأتينا وريه كل حال ويأتي مع النحل هذا الطريقة خاصة بالاصطياد للعشاش مباشرة. إذا وشكرا، هذا فيما يخص هذا الفيديو اليوم الخاص بتتبع الدبور عن طريق مصادر المياه مباشرة. إذا لاحظ معي ها هو الآن كما أنتم تلاحظون الآن، إذا لاحظ هو ها هو، إذا ها هي هذا هو الدبور على كل حال كما تلاحظ فيه مع هذه اللوحة، هذا هو الدبور ها هو، إذا لاحظ هذا هو الدبور ها هو، هذا ليس بدبور وإنما هو ها هو، الآن ها هي، هذا نقوم بالاصطياد تاعو، إذا وشكرا.